السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. حلقتنا اليوم: ميزك بالحسن يا بوابة الدنيا، يستمد هلال نوره من ضياك ولونك الأخضر، ميزك بأحلى صورة. قد نعجز أحيانا عن التعبير عن أبطال فعلوا الكثير لرياضة بلادهم وناديهم وأخلصوا لكي تصل إلى منصات التتويج، وكانوا الأثر الطيب في رفع اسم رياضة بلادهم، ومنهم نجمنا الكبير الذي رفع اسم عمان عاليا وفاز بأفضل لاعب خليجي وعربي وأسيوي. إنه أسطورة كرة الطائرة العمانية، النجم هلال المقبالي من ولاية صحار. جنة بلادي صحار الخيرة، تسلم بالعز والسعد والأثمار، تنعم فيها المناظر تحدث كل ما رسم، تمتاز دايم بأنواع الصياع. سلم بالعز والسعد والأثمار، تنعم فيها المناظر تحدث كل ما رسم، تمتاز دايم بأنواع الصناعة. بدايته كانت في حوالي صحار وشواطئها الجميلة التي تتميز بها هذه الولاية الجميلة، بوابة التاريخ والتي يعشقها الجميع بحكم موقعها الرائع وتاريخها المتميز. وبعد ذلك شارك في جميع ومن ثم التحق بالمدرسة، ومن هناك بدأ في ممارسة معشوقته كرة الطائرة في حصص الرياضة المدرسية، ومن ثم تم اختياره ليمثل الصف الذي يدرس فيه في بطولة دوري المدارس، ومن ثم التحق بمنتخب المدرسة، ومن هناك بدأ نجمنا تظهر موهبته وبدأ الجميع يشاهده، ومن ثم التحق بناشئي نادي صحار في موسم 1998 تحت قيادة المدرب الكبير سعيد جمعة الحمداني، والذي يعود له الفضل في اكتشاف الكثير من المواهب في ولاية صحار في كرة الطائرة. ومن ثم تدرج إلى أن وصل الفريق الأول، ومن هناك بدأت الإنجازات يحققها نجمنا مع نادي صحار. وعند التحاقه بنادي صحار استطاع أن يحقق الكثير من الإنجازات في البطولات التي ينظمها الاتحاد العماني لكرة الطائرة، من مسابقات بطولة الدوري العماني وكذلك درع الوزارة والكثير من البطولات.
وكذلك شارك مع نادي صحار خليجيا. أما مسيرته مع المنتخب العماني كانت عندما كان يدرب المنتخب العماني المدرب الصيني تشاو، حيث أنه مثل المنتخب العماني في الكثير من المناسبات الخليجية والعربية والآسيوية وحقق معه مراكز متقدمة. أما بالنسبة لتجاربه الاحترافية، لعب لنادي صحن موسمين وحقق معه بطولة الدوري ودرع وزارة الشؤون الرياضية. كذلك لعب مع نادي صحن في بطولات عربية وخليجية وآسيوية، كذلك احترف خارجيا مع اتحاد كلباء الإماراتي لمدة 3 مواسم حقق فيها العديد من الإنجازات الشخصية. كذلك احترف في الدوري اليمني مع نادي الصقر، وهو حاليا محترف في نادي السلام، وحقق معه بطولة الدوري العماني لكرة الطائرة، وكذلك شارك معه في البطولة العربية. قدم مع نادي السلام موسما مميزا على استحسان جماهير السلام وكذلك إدارة نادي السلام، وشارك معه في البطولة العربية 35 التي استضافتها جمهورية مصر العربية في نادي الأهلي، وحصل نادي السلام على المركز السادس، ولولا الخطأ التحكيمي في مباراة الأهلي للمصري كان نادي السلام هو المتوج بالبطولة، حيث أنه خاض مباراة ماراثونية مع نادي الأهلي المصري. إنجازاته التي تحققت في ملاعب كرة الطائرة، حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري العماني أكثر من 12 مرة، حصل على جائزة أفضل لاعب خليجي 3 مرات، كذلك حصل على أفضل لاعب عربي في عام 2018، وكذلك تم تصنيفه آسيويا كسادس أفضل مهارة استقبال عندما كان يلعب في صوف نادي صحم على مستوى القارة الآسيوية، وتم اختياره ليمثل منتخب الخليجي
بكرة الطائرة المشترك مرتين. كذلك من إنجازته مع المنتخب العماني حصل على الميدالية الفضية 4 مرات خليجيا، وحصل على الميدالية البرونزية مرة واحدة عربيا. كذلك فاز مع فريق الاتحاد ببطولة شجع فريقك لكرة الطائرة لموسم 2018. مبروك يا بلادي، مبروك يا عمر. الأسطورة هلال المقبالي، اجتهدت وأبدعت وحققت كل الألقاب التي تطمح لها سواء مع ناديك أو الأندية التي رحلت لها، وكذلك منتخب بلاد تميز عمانيا وخليجيا وعربيا وأسيويا، وأصبحت أسطورة عمانية الكل يشيد بها. أبعث لك مني كل الثناء والتقدير وأزكى التحايا وأجملها وأطيبها، أرسلها لك كل ود وإخلاص. تحياتي لك على كل ما قدمته لمنتخب بلادك والأندية التي لعبت لها، وعسى أن تتحقق لك الكثير من الأمنيات، وعسى أن تواصل المشوار في تحقيق البطولات مع منتخب بلادك كذلك الأندية التي سوف تلعب لها. أبعث لك شكري وتحياتي، والله يوفقك. حلقتنا اليوم انتهت، نلتقي غدا مع نجم جديد. السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.